لا للمشاريع الضيقة، نعم للدولة. ها هي سقطرى هذه الجزيرة الساحرة تزيد العالم إبهاراً بموقفها كما أبهرته بنفائسها الطبيعية. فقد خرج السقطريون كشعب يعرف ما يريد ويدرك أهمية اللحظة التاريخية التي تفرض عليهم الوقوف صفاً واحداً بوجه الأطماع الخارجية. مظاهرة هي الأكبر في تاريخ الأرخبيل جابت أرجاء مدينة حديبو عاصمة المحافظة، أعلن خلالها أبناء سقطرى دعمهم للحكومة الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية، منددين بالاعتدال الذي تعرض له محافظ سقطرى ووزير الثروة السمكية ابن سقطرى من قبل عناصر موالين للإمارات. المحتجون رفعوا لافتات تندد بالتدخل الإماراتي وإثارة الخلافات والصراعات داخل الجزيرة البعيدة عن كل مظاهر التوتر. التظاهرة جاءت بمثابة رد على تظاهرة سابقة لها نظمها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وهدفت لمهاجمة المحافظ محروس، ورفع المتظاهرون خلالها علم الإمارات. لكن سقطرى هتفت وقالت كلمتها مؤكدة أن لا خيار سوى الدولة الشرعية والسلطة المحلية، ولا عالم إلا عالم الدولة اليمنية، وأن لا مجال لعبث الإمارات وانقلاباتها ومشاريعها المدمرة. المحافظ الشاب رمزي محروس الذي عرف بصلابة موقفه الرافض للمساس بسيادة الدولة وأمن سقطرى خرج بين الجموع وأكد تمسك سكان سقطرى بالدولة وانحيازهم للسلطة الشرعية ورفضهم لأي تشكيلات خارجة عن القانون ومؤسسات الدولة. كانت سقطرى قد شهدت تجاوزات إماراتية تمس أمنها وسيادة الدولة في محاولات للهيمنة على الجزيرة والاستحواذ على مقدراتها وقرارها السياسي والسيادي، لكنها فعلت مع الإماراتيين والسعوديين ما فعلته عبر تاريخها الرافض للغزاة والمحتلين، ووقف أهلها جدار صد منيعاً أمام كل المطامع للدفاع عن كرامتهم وأمنهم وسيادة بلدهم. فهل تفي شرعية هادي معهم؟